احنا قبل العمليات وقعدت معاكي ان انت كنت مرعوبه، وقعدت معاكي في العياده هديتك لما انت طلبت انك تقابليني، وبعدين هو انا بهديكي قبل العمليات لان كلهم شايفينك من اول ما دخلت المستشفى وانت عماله بتعملي كده، والعمل اللي هو كده ده سببه ايه؟ انا قدرت افهم سببه لما قعدت معاكي، لان احيانا الواحد بيتقابل مع مرضى بيبقى شايف ان اللي بيعملوه ده اوفر او مبالغ فيه من الخوف، بس حقك بعد كل اللي مريتي بيه. انت اول دكتوره رحت لها عرفت ان عندك ورم في عنق رحم 7 سم في 10 سم، حطت ايديها عند حضرتك فحصت قالت ايه؟ اشيل الرحم كله. قالت لك شيل الرحم كله. لما اتكلمتي معاها قالت لك في اي حلول او اي حاجه تاني، ولا قالت لك على طول شيل الرحم؟ تاخدي حقن هرمونيه ما تحمليش، او نحولك للدكتور تاني هيعمل لك طش ريني بتغذى عليه. حلو. الدكتوره قالت لك يا اما الحل تفضلي ماشيه طول عمرك بادويه، وده المبدأ اللي بنقولها للناس اللي هي الادويه الهرمونيه، مفيش حمل، ممنوع حمل، وطبعا الادويه الهرمونيه دي يعني مش بتخلي الناس تحمل لانها حبوب مانعه للحمل. الحبوب دي بتصغر حجم الورم لفتره 6 شهور اللي انت بتاخد فيها، مجرد ما توقف بيرجع تاني الورم لنفس الحجم ونفس الشكل. قالت لك ان احنا ممكن نروح نعمل قسطره عشان نقلل او نشوف حل متوسط للورم. رحتي للدكتور القسطره، فالدكتور قال لك ان هيعملها لك وانت من غير بنج. ايوه تمام. نربط الشريانين، هي زي قسطره بتدخل تربط الشريانين من الناحيه اليمين والناحيه الشمال، يربط الشريانين الورم ما يتغذاش على الورم، فالورم يصغر حجمه او يبدا يضل. وقال لك ان هو هيعملها لك وانت صاحيه. عشان اول لما تسمعي صوت ان انت بتصوتي يبقى كده هو ده اتربط. هو ما يقصدش كده يعني، هو يعني في الم شديد. ايوه يبقى مع ربط ان هو بندخل حاجات انها تحاول تقفل. ممكن تنجح اول مره وممكن تبقى محتاجه كمان مره. تعمل مره واثنين وبعد كده كمان ممكن بنتعرض اللي الناس ما تعرفوش، في نسبه استئصال للرحم بتحصل كبيره بعد طبقا للجمعيات الاوروبيه والامريكيه لما عملوا ابحاث على هذا الموضوع، لقوا ان في حوالي 60% ل 40% من العيانين بعد عمليه ربط الشرايين بتحصل تاني ان هم يخشوا يستأصلوا الرحم. ولقينا كمان في نقطة مهمة ان الانجاب مع الموضوع ده بيتأثر بشكل كبير. طيب بعدين الدكتور انت كنت اشتكيتي لي ان الدكاترة ما بقاش عندها خلق يسمعوا الناس. ايوه. ليه بقى؟ في حدة في الكلام، مفيش مراعاة للمشاعر. ممكن اجي اتكلم مع الدكتور انا خلقي ضيق وتسمعي وتفهمي بسرعة. الدكتورة اول ما قالت ليش مثلا ايه، طب ده هي حاجة بسيطة ونتكلم ونشوف حلول، لا ده ورم هشيل الرحم. شيل الرحم. رغم ان انا ما عنديش غير خط واحد. اوكي. طيب حد قال لك ان ممكن الورم دوت اللي في عنق الرحم يتشال بالمنظار؟ لا خالص. انا بقالي انت مصدقه ان احنا هنشيل الورم ده بالمنظار؟ لما تابعت حضرتك الحمد لله فضل من عند ربنا احنا وصلنا لمرحله المصداقيه. بقالي سنه وشفت، افتكرت لما سمعت من الدكتور الكلام ده افتكرت ان كان في دكتور تاني اي كلام غير كده. لما دخلت وقعدت اتابع على الانستا عندي لقيت حضرتك. هي الهدف او دور السوشيال ميديا الرائع اللي عمله ان كان زمان السوشيال ميديا دي حققت حاجات كتير قوي للمجتمع وللناس. يعني ايه؟ كان زمان عشان تروحي تعملي عمليه مع دكتور الموضوع يبقى بالسمع. ودايما كل دكتور بيبقى حواليه هاله معينه، وكانت الهاله دي مخلوقه بشكل ما مش حقيقي لان انت مش عارف ايه اللي بيحصل بجد. دلوقتي العالم كله من اول الجامعات المحترمه، لما انا بدات على السوشيال ميديا لقيت ان الجامعات المحترمه زي كينجز كوليدج وغيرها وجامعات في امريكا كل حاجه كان بادئين بتويتر، ما كانش اليوتيوب ده حتى كمان موجود. كنا عشان نتفرج على عمليه ونفهم التفاصيل التقنيه الدقيقه كانت في حاجات مش موجوده في مصر خالص، فكان لازم بنسافر بره عشان نشوف التقنيات دي ونشوف دكاتره محترمين بيعملوا التقنيات دي. وكان في الاول على حاجه اسمها او ار داش لايف، ده كان على ويب سايت نخش عليه نحاول نتفرج، مش لسه في يوتيوب. بدانا قبل الثوره بشويه بدا اليوتيوب يتعرف للناس وناس تبدا تتفرج عليه، بدات السوشيال ميديا، بدات لما اروح جامعات بره يدوني الكارت يبقى مكتوب عليه تويتر ومكتوب عليه سوشيال ميديا اكونتس زي فيسبوك، وبدات الناس دي تنزل من الهاله المصطنعه اللي هم حط يعني موجوده انها تنزل على ارض الواقع تخاطب الناس وتبدا انها توصل ارائها للمجتمع وللمرضى. فالمريض يبدا يعرف هل من الممكن عمل هذه العمليه؟ يقول لك طب اتفرج عليها ازاي؟ اتفرج. كان زمان الوسيله الوحيده ان دكتور يقول عنده خدمه او كيان طبي يقول عنده خدمه او انه بيعمل اجراء يافطه.
ويقول لك تبقى لازم تبقى في برج معين، في برج اسمه برج الاطباء، برج العظميه، برج مش عارف ايه. وكان الذي كان التويتر او السوشيال ميديا في الوقت ده كان بواب العماره، او كان الدكتور اللي مساعد دكتور وعنده مصلحه معاه فيروح يقول لك الدكتور ده كويس، اما ابعت ده لده وابعت ده لده وابعت ده لده. ثم نزلت بعديها شركات التامين، ده في العالم بقى شركات التامين دي اللي هي بتاخد فلوس كتير وتبدا تروح تقلل من فلوس ممكن تدفع ليه المرضى في خدمات قويه، لان في حاجات بتبقى مستهلكاتها عاليه، وتبدا تحط شغلها مع دكتور معين توجه الشغل ليه. اما نزلت السوشيال ميديا في العالم واليوتيوب والى اخره، بقينا بنتفرج على دكتور في اليابان بيعمل شغل، دكتور في انجلترا بيعمل شغل، دكتور في مصر بيعمل شغل، دكتور في الهند بيعمل شغل، دكاتره شاطرين. وبدا المريض يقتنع ان ممكن ورم بدل ما كان يبقى على السكين والفتح انه بدا يتعمل، ده مش معناه ان الفتح وحش، بس هو واحد بيعرف يعمل عاش عمره كله اشتغل فتح. فكره المنظار وتعب الظهر والادوات والتقدم والحاجات دي كلها بتاخد وقت وشغل وتعب ومجهود كتير قوي. الاكثر الاقناع الاكثر بصراحه اقناع العمل. نعم حضرتك انت بتعمل عمليه ببين الناس العمليه. مظبوط مظبوط اكتر اقناع مزبوط. عن ما واحد دكتور يطلع ويتكلم. ما هو فكره ان خلاص الطريقه الكلاسيكيه بتاعت برنامج خمسه بصحتك وصباح الخير يا مصر، وزمان اللي كان مثلا معد في التلفزيون يعرف واحد فيجيبه ويطلع يقعد يتكلم ويدي للناس محاضرات ويتعالى عليهم ويتعالى على البشر ويتعالى على الدكاتره ويتعالى على الباقي، الفكره دي انتهت. فكره انت عندك حاجه تعرف تشتغلها بتعملها، في عندك ناس كتير شافتها، شافت مستواها، شافت نجاحاتها، من كبير من اكبر ناس في البلاد العربيه وفي لاصغرهم، من اقوى الدول لاصغرها، كل الناس شافت الشغل ده ووثقت وجت وعملت. يعني في ناس كتير، فئات كبيره في المجتمع وناس مشاهير كبار جدا وليهم قيمتهم وسمعتهم، راحوا بره مصر قالوا لهم ان لا لازم نشيل الرحم، راحوا في بلاد عربيه قالوا لهم لازم نشيل الرحم، وجم عندنا وبفضل من عند رب العالمين ربنا كرمهم على ايدينا، عايشين حياتهم زي الفل، مبسوطين بعد ما كانت حياتهم في لحظه من اللحظات هتتدمر. الهدف من ده ايه؟ الهدف ان احنا بنعرض وبنقول. طبعا في ناس يعني كمان المرضى اللي بيطلعوا بالصوت والصوره يتكلموا بعد عمليات النجاحات، احيانا بيبقى الموضوع دوت مفيد جدا للمرضى، ان يا ريت كل مريض مر بمحنه ومعاناه انه يطلع يقول، لان يقول يا جماعه انا اتعرضت في يوم من الايام للموقف الفلاني الفلاني وربنا كرمني وحصل وعدى والى اخره. تعمل لها عمليه بسيطه جدا وتبقى فرحانه، واحده تعمل لها عمليه كبيره خالص وهي مش حاسه بقيمه العمليه اللي اتعملناها. فدايما انا بحس ان الشكر دي حاجه بطبيعه البني ادم. انا بكلمك دلوقتي لان كلهم قالوا لي فلوسين طالعه بتعملي كده مرعوبه خايفه، وانا طبعا انا منك، يعني انا في يوم من الايام هتعرض تحت سكين الجراح. كلنا هنتحط تحت سكين الجراح في وقت من الاوقات في حياتنا. كلنا اللي ضغط اكتر الكلام بتاع الدكاتره اللي ما كانش فيه رحمه شويه او الطريقه. ما هي دي بقى، وهي دي النقطه، ان احنا بنقول ايه؟ احيانا لما مثلا الاقي عمليه كبيره او كذا الدكتور احيانا بيشك انها ممكن تتعمل. في ناس ربنا خصهم في عباد البشر في العالم على فكره لامراض معينه بعينها يتعامل، يسعى ان ربنا يكرمنا باذن رب العالمين ان نكون سبب لفرحه لحضرتك ولغيرك ولغيرك والى اخره. وانا بتكلم معاكي عشان اهديكي زي ما عدتي بقى على المرضى اللي بيبقوا متوترين قوي دول، ان شاء الله خير، هنسلمك الورم في ايدك، رحمتك تبقى زي الفل، تروحي لاي دكتور يقول لك ربنا يكرمه من اللي عملوا لك العمليه. شكرا، ميرسي قوي لحضرتك، اشوفك على خير.